بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو الثاني او الجزء الثاني من موضوع Layer 3 MP Less Traffic Engineering. في الفيديو بتاع دلوقتي ان شاء الله هنشوف فيه بقى الكونفيجريشن العملي وهنكريت MPE Less Traffic Engineering Tunnels، وهنشوف الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه في الفيديو اللي فات بشكل نظري بيتطبق ازاي بشكل عملي. زي كل مرة هنشوف الخطوات اللي احنا هنتبعها ان شاء الله عشان implement Traffic Engineering Tunnel بتاعتي. اول حاجه الريكويرمنتس اللي لازم تكون موجوده عندي ان انا لازم الكور نتورك عندي تكون بتران او اس بي اف او اي اس تو اي اس. ده ليه؟ لان الاكستندد اتريبيوتس اللي بتضاف في الاو اس بي اف او الاي اس تو اي اس هي اللي بتشيل معايا الاتريبيوتس بتاعه السي بي ار. السي بي ار محتاج ان انا ارنه، وده بيعتمد زي ما قلت على الاو اس بي اف والاي اس تو اي اس ان هو يبقى شغال. بعد كده هعمل سيت اب للمسار بتاعي الكور نتورك عندي بالار اس في بي، بدي بس اتنين كوماند، بدي ام بي ليست ترافيك انجينيرز تانل، وبدخل على كل انترفيس وبقول له الاي بي ار اس في بي باندوتس، وبقول له الباندوتس اللي انا عايز اعمل له ريزرفيشن على الانترفيس ده. ولازم طبعا انيبل الام بي ليست ترافيك انجينيرز تانل على كل الراوترات المسار عندي زي ما قلت لحضراتكم. الكونفيجريشن بتاعتي انا جزأتها لجزئين، كونفيجريشن هتتعمل على كل الراوترات، وكونفيجريشن هتتعمل على الهيد والتيل بتاع التانل بتاعتي. لو بصينا على الكونفيجريشن على كل الراوترات، انا اول حاجه محتاج ان انا اعملها ان انا انيبل الاكستندد اتريبيوتس في الاو اس بي اف بتاعي، وده بيبقى عن طريق كوماند ان انا بقول للراوتر او اس بي اف وبقول له ام بي ال اس ترافيك انجينير تانل، بقول له ام بي ال اس اسف تحت راوتر او اس بي اف، بدخل وبقول له ام بي ال اس ترافيك انجينير راوتر اي دي، وبقول له الاي دي بتاع اللوب باك رقم واحد، وده اللي انا هستخدمه. ما ننساش ان الراوتر اي دي من الحاجات المهمه جدا اللي انا لازم اعملها في الاو اس بي اف، خصوصا موضوع الام بي ال اس بيعمل لي مشاكل، يعني من الخبره بتاعه اللابات والتست يعني كان بيعمل مشاكل كتير، فكنت لازم اتاكد ان انا عامل الراوتر اي دي بتاعي. وتاني حاجه بقول له ام بي ال اس ترافيك انجينير تانل اريا 0، بقول له ان الاريا بتاعتي اللي هيشتغل فيها الام بي ال اس ترافيك انجينير هي اريا 0. بعد كده بدخل بقى في الجلوبال كونفيجريشن مود وبقول له ام بي ال اس ترافيك انجينير تانل، وبدخل تحت الانترفيس اللي مقابل للبروفايدر راوترز او البروفايدر ايدج راوتر اللي قصادي، وبقول له ام بي ال اس ترافيك انجينير تانل. انا كده بانيبل موضوع ان هو يفهم ان هو جزء من الام بي ال اس ترافيك انجينير تانل، هيبقى في ترافيك انجينير هيعدي عليه. وبعد كده بقول له اي بي ار اس في بي ار اس في بي باندوتس، وبقول له الباندوتس اللي انا عايز اعمل له ريزرفيشن. يبقى مره كده ثانيه نركزوا كده مع بعض. اول حاجه بدخل تحت الراوتر او اس بي اف وبقول له ام بي ليست ترافيك انجينير تانل، وبحدد له الراوتر اي دي وبقول له ام بي ليست ترافيك انجينير، والاريا اللي هيشتغل عليها في الترافيك انجينير هيبقى اريا 0. وبدخل في الجلوبال كونفيجريشن مود وبقول له ام بي ليست ترافيك انجينير تانل. وبعد كده بدخل تحت الانترفيس، دي تحت الانترفيس، تحت انترفيس فاست 0 على 0، وبقول له ان تحت الانترفيس دوت انا عايز اشغل ام بي ال اس ترافيك انجينير تانل والاي بي ار اس في بي باندوتس 1024. ده اللي بيتعمل على اول راوترز، بيتعمل على كل الراوترات اللي عندي بما فيهم البروفايدر راوترز بتاعي. الكونفيجريشن اللي في الصفحه اللي بعد كده هتتضاف على الكونفيجريشن دي. يعني لو جينا بقى على البروفايدر ايدج راوتر على ال اس ار هيد والتيل، بكريت انترفيس تانل. طبعا ده بعد ما بطبق كمان الحاجات ديت، الحاجات دي بتتطبق على كل الراوترات. بكريت انترفيس تانل وبقول له اي بي ان نمبر لوب باك واحد عشان ياخد الاي بي بتاع لوب باك واحد اللي انا بستخدمه. بعد كده بقول له كوماند ام بي ال اس اي بي، بانيبل الام بي ال اس. طبعا ممكن اقول له برده ام بي ال اس ال دي بي، ام بي ال اس ليبل بروتوكول ال دي بي، بس هو بيشتغل ال دي بي بالديفولت. وبعد كده بقول له بقى ديستنيشن التانل بتاعتي، وبقول له المود، بقول له بقى ده مهم جدا لان الكوماند دوت لو ما اتطبقش مش بيتعمل انيبل، ان انا يعني لو جيت اطبق اي كوماند اللي تحتيه دوت هيقول لي ايرور. فبقول له بقى ان التانل مود ام بي ال اس تانل مود ام بي ال اس ترافيك انجينيرنج. بعد كده بقول له بقى التانل ام بي ال اس ترافيك بريورتي، هنا السيت اب بريورتي والهولد بريورتي. طبعا الاقل بيبقى افضل، انا حاطه هنا 7 7، ودي اعلى قيمه لان ده كان زي باك اب تانل باك اب. بعد كده بقول له تانل ام بي ال اس ترافيك انجينيرنج، بقول له الباندوتس اللي انا عايزك تعمله ريزرفيشن للتانل دي، يعني التانل دي مش هتبقى اب الا لما ان شاء الله يتوفر لها باندوتس في المسار 128 كي. بعد كده بقول له تانل ام بي ال اس ترافيك انجينيرنج باث اوبشن، وبقول له الاوبشن رقم واحد عندي
دايناميك، وقلنا ان الباث اوبشن قد يكون دايناميك واكسبليسيت. الدايناميك اللي انا بقول له بس كومنت تانل ام بي ليست ترافيك انجينيرنج باث اوبشن واحد دايناميك، بس لو هشتغل بقى اكسبليسيت الاول بكريت حاجه اسمها اي بي اكسبليسيت نيم وبسميها اي وبعمل لها عمليه انيبل، وبقول له ان النكست ادرس بتاعي الهوب اللي بعديه كذا والهوب اللي بعديه كذا والهوب اللي بعديه كذا والهوب اللي بعديه كذا، وبكريت التانل ام بي ال اس بعد كده تحت الانترفيس التانل ده، بحط تحتيه كوماند تانل ام بي ال اس ترافيك انجينيرنج باث اوبشن واحد، وبقول له اكسبليسيت وبديله النيم بتاع ايه اللي هو موجود هنا، وده بيحل محل الكوماند، ده بيحل محل الكوماند دي، وده ليه استخدام وده ليه استخدام. طبعا هتشوف الكلام ده مع بعض ان شاء الله في اللاب بتاعنا. سريعا يلا بينا نروح على اللاب بتاعنا، اتمنى ان احنا نكون عملنا اللاب ده مع بعض. خلوني كده انقل ال سكيور سي ار تي في نافذه كده منفصله لوحده. نبص مع بعض كده ان شاء الله. احنا دلوقتي عندنا شبكه ام بي ال اس شغاله باتنين في ار اف كاست، في ار اف اي وفي ار اف بي. احنا نشتغل على في ار اف اي بس، مش لازم نعمل سيناريو كومبلكس يعني النهارده. على الفي ار اف اي دوت الكاستمر واحد، البرانش واحد بتاعه قادر ان هو يبنج على برانش اتنين. خلونا نتاكد من الكلام ده. هروح لبرانش رقم واحد واقول له والله بينج لي على 10 0 2 200، البنج بيوصل مفيش اي مشكله. هقول له والله يعمل لي تريس على 10 0 2 200. انا عايز اعمل لك تريس نمبر ريكورد تايم اوت واحد وبروب واحد، بيوصل مفيش اي مشكله. وبياخد انه مسار، بياخد المسار الاقصر اللي هو فاهمه عن طريق الاي جي بي. يعني لو قلت له هنا نركز بس معايا هنا، لو قلت له شو اي بي في بي جي بي في بي ان فيرجن 4 اول، هيقول لي ان انا عارف شبكه 10 0 2 0 عن طريق 100 0 0 6. لو قلت له بقى شو اي بي راوت، هيقول لي ان انا عارف 100 0 0 6 ديت عن طريق الانترفيس تاست 1 على 0 عن طريق 10 100 1 0 1، يعني هو عارفه عن طريق ده، وده عارف 100 0 0 6 عن طريق ده، فهو بياخد المسار الاقصر من وجهه نظر الاي جي بي. كل الكلام ده ان شاء الله هيتغير دلوقتي، بس انا بس مجرد بوريكم ان شبكه الام بي ال اس بتاعتي شغاله. طيب يلا بينا نطبق الموضوع الام بي ال اس ترافيك انجينير تانل. الخطوه الاولانيه ان انا لازم اتاكد ان انا يكون مترن عندي في كل الشبكه اللي قصاد حضراتكم ديت، ما عدا طبعا الكاستمر ايدج بتوعي. محتاج ان انا اتاكد ان يكون مترن او اس بي اف او يكون مترن اي اس تو اي اس. طبعا اغلبنا ما اشتغلش بالاي اس اي اس لانه يعتبر بروتوكول ليجاسي شويه او ما اتعملش ولا ايه، بس وعدكم ان شاء الله ان هيكون في فيديو بس كده تناول لموضوع الاي اس تو اي اس، وليه الاي اس تو اي اس مش مستخدم بنفس الشكل اللي مستخدم بيه الاو اس بي اف، وايه اللي مخلي الاو اس بي اف كعبه عالي على الاي اس تو اي اس لدرجه ان هو لغى دوره او لغى وجوده، وتقريبا ما حدش فينا بيسمع عنه خالص، وتشيل كمان من المناهج يعني. بس خلينا في موضوعنا دلوقتي. احنا اول حاجه محتاجين نعملوها ان احنا نتاكد ان الاو اس بي اف شغال، وفعلا الاو اس بي اف شغال في كل الشبكه اللي قصاد حضراتكم ديت. تاني حاجه انا محتاج ادخل بقى تحت على الراوتر بتوعي كلهم اللي في ونطبق الخطوه رقم واحد اللي على كل الراوترات، حران الاكستندد اتريبيوتس في الاو اس بي اف، اطبق في الجلوبال مود كوماند ام بي ليست ترافيك انج تانلز، وبعد كده هخش تحت كل انترفيس من الانترفيسز المواجهه للبروفايدر راوترز او البي اي، وكريت ام بي ليست ترافيك انج او اقول ام بي ليست ترافيك انج تانل، وبقول وبعد كده اي بي ار اس في بي باندوتس، واقول الباندوتس انت عايز تحفظه. الاول خلونا كده نشوف برضو شو اي بي او اس بي اف داتابيز، شو اي بي او اس بي اف داتابيز. انا عندي هنا اتنين عندي النت الراوتر لينك وعندي نت لينك، ما عنديش طيب تاني غير الاتنين اللي واضحين قدام حضراتكم دولت، مش مهم. دلوقتي انا محتاج كده افتح ملف تكست واقول له دلوقتي والله انيبل كونفيجر تيرمينال، عشان يعني زي بعمل سكريبت يترن بدل ما ادخل كل راوتر ورن لوحده، واقول له دلوقتي والله بقى انا عندي راوتر او اس بي اف واحد، عايز اقول له ان الام بي ال اس ترافيك انجينير اريا 0 وام بي ال اس ترافيك انجينير لوب باك واحد. حراني ده كده. راوتر اي دي لوب باك واحد.
واحط وراه تمام. تعالوا نشوف كده. تمام يبقى كده دلوقتي بالكوماند ده انا كده برن الاكستندد اتريبيوتس في الاو اس بي اف بتاعي. هدخل على بي اي 2 وبي اي 4 وبي 3، رنيت الكوماند بتاعي. الكوماند كان بيقول راوتر او اس بي اف 1 ام بي ليست ترافيك انج تونل اريا 0 ام بي ليست ترافيك انج راوتر اي دي لوب باك 1 وانت ورايت. لو دلوقتي شو اي بي او اس بي اف داتابيز برضو نفس التايبز الموجود عندي، مفيش اي مشكله لان لسه ما خلصتش الكونفيجريشن بتاعي. طب يلا بقى اكمل الكونفيجريشن بتاعي. دلوقتي تاني خطوه محتاج اعملها ان انا ارن في الجلوبال مود كوماند اسمه، عايز اقول له انا كونفيجر تيرمينال واقول له بقى ام بي ال اس ترافيك انج تونل. اخد ده كده ام بي ليس ترافيك انج تونل، ام بي ليس ترافيك انج تونل. فبقول دلوقتي ام بي ليس ترافيك انج تونل، اروح على البروفايدر راوتر 2 نفس الامر، بروفايدر راوتر 4 تاني نفس الامر، بروفايدر راوتر 3 نفس الامر. بعد كده بقى محتاج ان انا دلوقتي محتاج ابص التوبولوجي بتاعتي، محتاج ادخل على كل انترفيس من الانترفيس اللي مقابله للبروفايدر راوتر او المقابله للبروفايدر ايدج راوتر. طبعا في شبكه الام بي ليس بس، مش محتاج اعمل اي كونفيجريشن على روتر على روترات الكاستمر هنا، وارن عليها اقول له ان انت ام بي ليس ترافيك انج تونل، يعني افهمه ان انت كبرت من ترافيك انجينيرنج تونل، واقول له بعد كده اي بي ار اس في ار اس في بي باندوتس وحدد له الباندوتس اللي هو هيعمل له ريزرفيشن عنده. فدلوقتي والله بقى هبدا على البي اي رقم واحد. هدخل على البي اي رقم واحد كده وهقول له والله وريني السي دي بي نيبورز بتوعك مين. عندي على فاست 0 او 1 على 0 و 0 على 0. فاقول له والله 0 على 0 دوت انا هقول له انا عايزك تبقى ام بي ليس ترافيك انج تونل وعايزك تريزرف لي 1024. خلونا قبل ما نعمل الكوماند ده برضو اوريها لكم الاوتبوت. شو اي بي ار اس في بي باند انترفيسز بيبين الانترفيسز اللي انا عامل عليها ريزرفيشن. فدلوقتي بمجرد ما انا عملت الكوماند اللي اسمه ام بي ليست ترافيك انج تونل ظهر لي ان فاست 0 على 0 هو اي بي ار اس في انترفيس، بس انا مش عامل عليه سبيد، مش عامل عليه، مش محدد عليه باندوتس. فمحتاج عشان احدد باندوتس ان انا ادخل على نفس الانترفيس واقول له بقى كوماند دي لازمه اي بي ار اس في بي باندوتس وحد عليه مثلا سرعه 1 ميجا 1024 كيلو بير سكند. بعد كده محتاج ادخل على الانترفيس اللي هو فاست كان 0 كان 1 على 0 وبرده انا محتاج اعمل برده الكوماند ده كده في سكريبت ام بي ال اس ترافيك انج تونل واقول له بعد كده اي بي IP RSVP band 1024 وقول له دلوقتي بقى شو IP RSVP interfaces. ظهر عندي كده ان انا فعلت ال RSVP على فاز 0 على 0 و 1 على 0، الانترفيس السرعه 1024 او الباندوتس 1024 بس ما فيش اللوكيشن. اللوكيشن ده بيبان ساعه ما تشتغل تنل، بيبان لي هنا السرعه المستغله التوتال من الانترفيسز دي من السرعات اللي محطوطه. ادخل دلوقتي على البي اي رقم 4 اللي هو المفروض ان اهم نيبر شيب، اقول له برده والله وريني شو سي دي بي نيبر. هدخل تحت انترفيس فاز 0 على 1 وام بي ال اس اوبس نو تمام فاز 0 على 1 وفاست 0 على 0 0 على 1 و 0 على 0 اطبق عليهم. هقول له شو اي بي ار اس في بي انترفيسز
تمام، سيف لي كده الكونفيجريشن هنا، سيف لي الكونفيجريشن هنا، مش محتاج اعمل حاجه تانية. بعد كده برضو دو شو سي دي بي نيبر الانترفيس ده، هقول له انترفيس فاست 1 على 0، طبق لي strong تاني تحت الانترفيس فاست 1 على 0، طبق لي الكوماند بتاعي، وتحت الانترفيس فاست 2 على 0 طبق لي الكوماند بتاعتي. بروفايدر راوتر 2 برضو هقول له وريني السي دي بي نيبر. انا بطبق الكلام ده على الانترفيس المواجهه للبروفايدر راوتر او البروفايدر ايدج راوتر، فبشوفهم بالسي دي بي الانفورميشن بتاعتهم، وبطبق عليهم الكوماند بتاعتي وبريزيرف الباندوتس. طبعا انا كل انا ماشي ستاندرد، ماشي اسطمبه واحده، بريزيرف 1 ميجا على كل الانترفيس دي. ده مش معناه ان ده هو ده المقياس او هو ده اللي بيتعمل، بس عموما يعني انا ممكن اغير، بس انا مخلي السرعه كلها واحده تقريبا اللي معمول لها ريزرفيشن على الانترفيس. شو سي دي بي نيبرز على البروفايدر راوتر 4، واقول له بقى 0 على 0 دوت انا عايز اريزرف عليه، 0 على 1 برضو، 1 على 0 ريزرفري عليه، واخيرا على بروفايدر راوتر 3 0 على 0 اعمل لي عليه برضو ريزرفيشن، و 0 على 1 يعمل لي برضو عليه ريزرفيشن. سيف لي هنا باللي انا عملته ده كده، يبقى انا اكون خلصت اول سلايد ديت. انا كده فعلا خلصت كل الكونفيجريشن العامه اللي اتعمل على كل الراوترات. معنى كده ان انا خلاص كده بدايه من دلوقتي، من اللحظه دي، البي 1 بي 2 بي 4 بي 3 وبي 4 مفيش اي كونفيجريشن تانية محتاج ان اعملها معايا. بالنسبه للشبكه الام بي ال اس، الكونكشن ما بين الاثنين كاستمر مفيش اي مشكله، الدنيا شغاله، ما فيش اي ازمه، وبنفس المسار تقريبا. لان انا كل بس اللي عملته ان انا حددت بس، شغلت الار اس في بي وبعت الاكستندد الاكستندد اتريبيوتس في الاو اس بي اف بعد اما فعلت الاو اس بي اف موضوع الاكستندد اتريبيوتس. لو قلت له دي بقى شو اي بي او اس بي اف داتابيز، انا دلوقتي هلاقي معلومات جديده ظهرت عندي، علي ان انا ظهر عندي تايب 10 الاوباكي لينك اريا لينك ستيت للاريا 0. ظهر عندي هنا ان الادفرتايز راوتر 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 و 2 و 4. كل واحد من دول بعت لي لينك اي دي، لينك اي دي بعت لي يعني 100.0.0.1 بعت لينك اي دي مره، 100.0.0.1 بعت لينك اي دي تاني مره، وبس. بس الاقي ان 2 و 4 كل واحد فيهم بعت لي 3 لينك اي دي، يعني 100.0.0.2 ده بعت لي لينك مره ب 1000، وبعت لي تاني مره ب 1001، وبعت لي مره ب 1002. لو بصينا على التوبولوجي بتاعتنا هنلاقي ان 100.002 اللي هو ثانيه واحده كده، 100.002 اللي هو الراوتر ده، و 100.004 اللي هو الراوتر دوت. دلوقتي انا محتاج بقى ادخل على البي اي رقم 1 وادخل على البي اي رقم 4 كده، بما دام ظهرت عندي الاوباكي لينك ستيت دي، معنى كده ان انا الاكستند اتريبيوتس هتبدا تتبعت عن طريق الاو اس بي اف بتاعي. لو برضه حبيت اعرف الاتريبيوتس ديت ايه، هقول له والله وريني بقى شو اي بي اس بي اف داتابيز اوباكي للاريا اوباكي لينك ادفرتايز راوتر. هقول له مثلا الراجل اللي اسمه 100.006
لو حضرتك شايفين انا رنيت كوماند شو اي بي او اس بي اف اوباكي اريا ادفرتايز راوتر 100.0.0.6. بيديني هنا اول حاجه ان 100.0.0.6 تبعت لي لينك اي دي 1.3.0. 1.3.0 دوت الماكسيمم ريزيرفبل باندويدث 128 كي، هي دي سرعه الواحد ميجا اللي محددها. لو قلت له وريني وبعت لي كمان لينك تاني 1.0.0.1 الباندويدث برضه اللي مبعوت عليه 128 كي، 128 كيلو بت بير كيلو بايت بير سكند. لو قلت له برضه وريني مثلا اثنين، هلاقي ان اثنين بعت لي بقى ثلاث لينكات، 1.3.0 سرعته 128، بعت لي 1.0.1 سرعته 128 برضه، وبعت لي 1.0.2 سرعته 128 برضه. ولو محدد الافينيتي، لو محدد اتريبيوتس ثانيه، بتبان عندي برضو في المعلومات اللي قدام حضراتكم دي. بس بمجرد ان انا شفت المعلومات دي معنى كده ان فعلا الاو اس بي اف اشتغل بشكل سليم وبدا يبعت لي اكسن اتريبيوتس، معنى كده ان محتاج ان ادخل على المرحله الثانيه وابدا اكريت التانلز بتاعتي، لان الدنيا عندي كده تمام. الترانزيت اريا كده او المسار بتاعي اشتغل وبقى مهيأ ان انا اشغل عليه ام بي ليس ترافيك انجينيرنج تانل. دلوقتي اللي انا محتاج اعمله دلوقتي حالا ان انا دلوقتي هدخل على البروفايدر راوتر والبروفايدر ايدج واحد، وهكلت ام بي ليس ترافيك انج تانل للديستنيشن. الديستنيشن بتاعها اي بي اللوب باك بتاع الراوتر البي اي 4، وطبعا طبعا لازم الاي بي اللي انا هعمله ديستنيشن دوت يكون اي بي ريتشبل من وجهه نظر الراوتر بي اي 1. فدلوقتي هدخل هنا والله على بي اي رقم 1 وهقول له انترفيس تانل رقم 1. اول كوماند هقول له اي بي ان نمبرد لوب باك 1، يعني خد الاي بي بتاعك من انترفيس لوب باك 1 اللي هو دو شو اي بي انت بريف انكلود لوب كليد لو انكلود لوب باك 1 اهو 100.0.0.5. فدلوقتي لو انا قلت له دو شو اي بي انت بريف انترفيس بريف، هيظهر لي ان انا التانل واحد واخد الاي بي 100.0.0.5. بعد كده هقول له التانل ديستنيشن بتاعتي، كل ده لسه ما جتش جنب حوار بقى الام بي ال اس، هقول له التانل ديستنيشن بتاعتي 100.0.0.6. بعد كده محتاج بقى ان انا اقول له تانل مود ام بي ال اس ترافيك انجينيرنج. بعد كده بمجرد ما عملت الكوماند دوت، يعني مثلا بمجرد ما عملت الكوماند ده، اقدر بعد كده ان انا اقول له بقى التانل ام بي ال اس ترافيك انج، وابدا بقى اقول له والله الافينيتي او الباندويتس او الباث اوبشن او الباث سيلكشن او البريوريتي. فدلوقتي هبدا اقول له مثلا ان البريوريتي بتاعت التانل دي هتبقى 0 0، ودي هي دي ده الزيرو الاولاني دوت كان السيت اب بريوريتي، والهولد بريوريتي هخليها برده 0 بحيث ان هي تبقى ديزيجنيتد او البريفيرد تانل ليا. بعد كده هقول له التانل ام بي ال اس ترافيك انجينيرنج الباندوتس بقى اللي عايز التانل دي تشتغل عليه، عايزه والله الباندوتس ده بيبقى بالكيلو بت بير سكند، فاقول له التانل دي عايزه تستهلك 256 كيلو بت بير سكند، او يتعمل لها ريزرفيشن ل 256 كيلو بت بير سكند. بعد كده هقول له بقى التانل ام بي ال اس ترافيك انجينيرنج، موضوع ان انا افعل اوتو راوند اناونس. بعد كده هقول له تانل ام بي ال اس ترافيك انجينيرنج، اللي جاي ده بقى هقول له باث اوبشن. في عندي حاجتين لما انا بقول باث، بيبقى عندي باث اوبشن وباث سيلكشن، احنا ما اتكلمناش فيهم، بس ما اتكلمناش في موضوع باث سيلكشن دي بصراحه. بس الباث سيلكشن ببساطه هو انا هختار بقى نوع المتريك، هل هيكون اي جي بي ولا تي اي. طبعا هو الديفولت بتاعه بيكون ترافيك انجينيرنج متريك، ودي حاجه مش هنطرحها دلوقتي، احنا هنسيبه على الديفولت بتاعها. بس عموما هو ده الفرق بينه وبين الباث اوبشن. الباث اوبشن بيقول لي الباث اوبشن بتاعك هيبقى دايناميك ولا هيبقى اكسبلسيت، وبناء على المتريك المحسوب على الترافيك انجينيرنج متريك او الاي جي بي متريك اللي انا بحدده عن طريق الكوماند اللي اسمه باث سيلكشن. بس انا دلوقتي هقول له عايز ترافيك انجينيرنج باث اوبشن، وهقول له ان الاوبشن رقم واحد عندي هيكون دايناميك. دلوقتي دو شو، دلوقتي زي ما حضرتك شايفين اللاين بروتوكول الانترفيس تانل واحد تشينج ستيت تو اب. طب دلوقتي بقى لو قلت له وريني الشو اي بي راوت لل 100.0.0.6 دوت، بدل ما كان متشاف في الاول عن طريق الاو اس بي، يبقى دلوقتي متشاف عن طريق التانل رقم واحد. معنى كده دلوقتي ان انا لو قلت له شو اي بي راوت، هيقول لي والله ان الشبكه ال 10
10410 ال10140 وال100006 كلهم زي ما حضراتكم شايفين متشافة عن طريق تانل واحد تانل واحد تانل واحد تانل واحد، بدل ما كانت متشافة الأول عن طريق الفاست زيرو على زيرو، أو متشافة بقت ريتشبل عن طريق التانل على طول. لو قلت له كومنت شو ام بي ال اس ترافيك انج تانل، هلاقي ان انا عندي تانل واحد الادمن ستيتس بتاعها اب والاوبريشن اب والباس فاليد، وبيقول لي والله ان انا شغال باندوت 56، الاوتو راوت معمول له انيبل، والمتريك تايب ترافيك انجينير الديفولت هو مكتوب قدامه. بيقول دلوقتي بقى ان المسار اللي انت بتمشي فيه الاكسبريس راوت بتاعك 10101 10101 10101 10116، ما فرقش كتير عن المسار اللي كان بيمشي فيه الراوتر ده، ما زال بيمشي فيه. طب خلونا بقى نموديفاي المسار دوت عن طريق دلوقتي ان احنا هندخل هنشوف دلوقتي البي اي رقم واحد دوت عايز اشوف هو مع البروفايدر راوتر واحد ده فاست واحد على زيرو. هروح في فاست واحد على زيرو دوت واقول له اي بي ار اس في بي باندوت 50 في الحاله دي على البي اي رقم واحد. لو اتعمل دلوقتي فلودنج للانفورميشن شو اي بي ار اس في بي انترفيسز، السرعة اللي متحددة هنا المفروض 50 كي، شو ام بي ليس ترافيك انجينيرينج تونل، طيب انا دلوقتي غيرت السرعه هنا على الاي بي دوت تانل الاي بي المواجه للبي اي رقم واحد. خليني بدل ما اغير السرعه خلوني انا طفيت الانترفيس وشغلت تاني، خلوني دلوقتي كده ادخل نو انت تانل واني كده شو سي دي بي نيبر تحت الانترفيس فاست 2 على 0 وهقول له نو شت داون. دلوقتي هنا بعد ما كنت طافي الانترفيس او حاله كانت حاله الاكسبريس راوت طلع على راوت 10 102 02 132، او بمعنى ادق خد المسار الطويل. دلوقتي المفروض اما اشغل التانل تاني المفروض دلوقتي كده لو دخلت على بي 1 دوت وقلت له انترفيس فاست 2 على 0 وقلت له يلا كده نوت شت داون وريني شو سي دي بي نيبر انفورميشن، طيب شو ام بي ليست ترافيك انج تانل. من على كاستمر 1 راوتر اللي مازال بياخد المسار الاطول. خلينا كده نسيت التانل بدأ يرجع تاني للمسار الطبيعي بتاعه 101 01
10.100.111.110.101.116. خلونا بقى نغير المسار ده، حتى لو التانل او الانترفيس كلها شغاله ومفيش انترفيس اطفى، انا عشان اغير المسار اضطريت ان انا ادخل على البي رقم واحد وخليته يغير المسار لما طفيت الانترفيس. لا خلونا دلوقتي ما نعملش الكلام ده، خلونا دلوقتي نتحكم في المسار عن طريق موضوع الاي بي الاكسبليسيت باس اللي كنا عاملينها في المثال بتاعنا ده. هدخل دلوقتي على البي رقم واحد وهقول له اي بي اكسبليسيت باس النيم بتاعه ايه، انيبل، وهعمل له انيبل. هقول اول حاجه النكست ادرس بتاعي، هجيب الادرس بتاع النكست هوب اللي قصاده هنا اللي 10.102.02. لو تجاهها شو رن، خلونا نقول احسن اي بي اكسبريس باس نيم لونج انيبل، حاولوا النكست ادرس 10.102.02، والادرس اللي وراه هيكون 10.133، والادرس اللي وراه هيكون 10.104.14، عشرة مية أربعة أربعة، آسف عشان ألغيها هقول له نو ثري، نو إندكس ثري، نكست أدرس 10.104.14، هي 10.104.14، وبعد كده 10.104.16، كده اقول له شو رن وريني حالة التانل بتاعك، او وريني الكونفيجريشن اللي في التانل بتاعتك. هقول له تحت الانترفيس اللي اسمها تانل 1، هقول له ان الباث اوبشن بتاعك بدل ما هو كان الحاله كانت دايناميك، لا هقول له الباث اوبشن واحد بتاعك هيبقى اكسبليسيت والنيم بتاعه لونج. هقول له شو ام بي ليس ترافيك انجينيرنج تانل، هلاقي دلوقتي ان المسار بتاعه بقى محكوم، هيبقى مكتوب عندي هنا دلوقتي بس اوبشن واحد اكسبليسيت النيم بتاعه لونج، والمسار بتاعه 102.02.132.10.133. لو جربنا كده من على كاستمر واحد راوتر هنا بيوصل، ما فيش اي مشكله عن طريق المسار الاعلى. في الحاله دي بقى برضو انا ممكن دلوقتي ادخل كده واقول له هنا دلوقتي لو انا دلوقتي مثلا عايز مثلا تيست، لو دلوقتي عايز ادخل على البي اي 2 دوت، وهقول له دو شو سي دي بي نيبر، واقول له انترفيس فاست واحد على زيرو، وهقول له شت داون، وعايز اشوف ايه اللي هيحصل في الطن اللي عندي هنا. الطنل طبعا اول ما طفيت الانترفيس اللي هناك بقت داون، هنا هو بيقول لي ان الباس كالكوليشن، قال لي ان الاكسبليسيت باس هاز النون ادرس، الدنيا وقعت عندي. نجرب كده من كاستمر واحد، رجع يوصل عن طريق الانترفيس التاني لان هو في الحاله دي ما بقاش شايف التانل، طيب بيستخدم بقى بيستخدم الاي جي بي. طب انا مش عايزه يعمل كده، ما انا ممكن هو ممكن يستخدم مسار في الاي جي بي، ويكون المسار ده مثلا والله ما فيهوش السرعه اللي انا عاملها ريزرفيشن. ففي الحاله دي بنطبق مبدا الها البيتر فولت تولرنس. في الحاله دي انا ممكن ادخل على البي اي 1 برضو واقول له والله بقى انترفيس تانل، والمره دي هيبقى اسمها تانل 2، هقول له الاي بي نمبرد ان نمبرد برضه بلو بوك واحد مفيش مشكله، وهقول له التانل ديستنيشن هتبقى 100.006 نفس الاي بي برضه مفيش مشكله،
وبعد كده هقول له tunnel mode MPLS traffic engineering، وبعد كده هقول له tunnel MPLS traffic eng. الباندوتس هيبقى والله 256 برضو، والتانل ام بي ال اس ترافيك انج بس المره دي هقول له البريورتي هتبقى 7 7، التانل ام بي ال اس ترافيك انج باث اوبشن واحد هيكون دايناميك، والتانل ام بي ال اس ترافيك انجينيرنج اوت راوت اناونس. ودلوقتي لو قلت له شو اي بي راوت هلاقي ان 100.0.0.6 بقى دلوقتي معروف عن طريق تاني شو اي بي راوت 100.0.0.6 بقى معروف عن طريق تانل 2. لو قلت دلوقتي شو ام بي ال اس ترافيك انجينير تانل هلاقي ان انا التانل 1 دي داون، بس التانل 2 اب، واختيار الباث اوبشن بتاعها مبني على الدايناميك. هضغط على بي 2 واقول له نو شوت داون، شو ام بي ال اس ترافيك انجينيرنج تاني، في انتظار ان الدنيا عندي تقوم، وفعلا الدنيا كده قامت. هنا التانل رقم واحد تاني كده، التانل رقم واحد سرعتها اهي، والمتريك بتاعها والحالة بتاعتها بقت اب اب، والمسار بتاعها بقى هو مكتوب قدام حضراتكم. لو بقى قلت له دلوقتي وريني شو اي بي راوت هيقول لي ان 100.0.0.6 معروفه مره عن طريق تانل 2 ومعروفه مره عن طريق تانل 1. لو عملت له دلوقتي قلت له والله يلا كده اطلع لي وشوف لي، بدا يرجع تاني على المسار الاطول اللي انا مديله بريوريتي اعلى، وكده مفيش اي مشكله. طبعا زي ما قلنا المسار دوت يوني دايركشن، يعني المسار دوت بالتانل اللي احنا عملناها بقينا بنتحكم في الترافيك اللي بيطلع من الراوتر ده من الكاستمر هنا عشان يروح للكاستمر هنا، بس ما زلنا برضو وطبعا ادينا بريورتي اعلى للمسار اللي بيطلع ادينا بريورتي للمسار اللي يطلع بالشكل ده، ولو ده المسار ده حصل فيه حاجه هيطلع على المسار دوت ما فيش اي مشكله. هو كان اصلا بيطلع بيه بشكل دايناميكلي، بس احنا قلنا والله ان احنا عشان نحقق موضوع البيتر فولت تولرانس بقينا كمان بنتحكم في حاله الباك اب بيطلع على انه مسار. لو رحنا دلوقتي جربنا عن طريق كاستمر واحد الراوتر التاني بتاعه دوت عملنا تريس، هيطلع تريس بناء على الدايناميك. يعني دلوقتي لو رحنا على الكاستمر 2 دوت كاستمر 1 الراوتر الثاني قلت له شو اي بي راوت، المفروض ان انا اشوف 100.0.0.5 عن طريق الفاست انترفيس، لا اسف مش عن هنا، مش عن طريق البروفايدر ايدج، شو اي بي راوت 100.0.0.5 هيشوفه عن طريق الفاست ايثرنت، مش هيشوفه عن طريق التانل، وده بيوريني ان التانل بتاعتي يوني دايركشن مش باي دايركشنال. لو قلت له يلا كده دلوقتي والله يعمل لي تريس راوت على 10.0.1.200 نومريك والتايم اوت بتاعي هيبقى واحد والبروب بتاعتي تبقى واحد، بقى يطلع عن طريق المسار الاقصر من وجهة نظر الاي جي بي. عشان امبلمنت الترافيك انجينيرز لازم برضو اروح على البي اي رقم 4 دوت واعمل برضو ام بي ال اس ترافيك انجينيرنج تانل. ده كده كان يعني كان مدخل كده بسيط لموضوع الام بي ال اس ترافيك انجينيرنج تانل بشكل عملي. طبعا الكلام لسه ما خلاص بالنسبه للكونفيجريشن العملي، لان لسه في سيناريوهات تانية محتاجين نعملوها ومحتاجين نطبقوها. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنشتغل اكتر على موضوع الام بي ال اس ترافيك انجينيرنج تانل، هنعمل سيناريوهات اكتر اكثر تعقيدا. طبعا هنعمل برضو ام بي ال اس ترافيك انجينيرنج تانل على كاستمر واحد هنا بعد قصدي على البي اي رقم 4، بحيث ان التانل بتاعتي تبقى بيدريكشنال رايح وجاي. وكمان باذن الله هندخل معانا كاستمر 2 في اللعبه، وهنخلي ان الترافيك بتاع كاستمر واحد المين بتاعه ان هو يطلع على المسار دوت، والباك اب بتاعه يطلع على المسار ده. اما كاستمر 2 المين بتاعه هنخليه يطلع على المسار ده، والباك اب بتاعه هيطلع على المسار ده في حاله لو ده وقع. وهنشوف ده الكلام ان شاء الله مع بعض في الفيديو الجاي باذن الله. شكرا جزيلا لحضراتكم، وصلنا كده لنهايه الفيديو بتاع النهارده. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.